بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توأى وتمتعه فيها طبيلا سیدی بازاک که پیغمبر صدایت میزند مادرت صدیقه اطهر صدایت میزند بازوی مجروح زهران چشم گریان حسن دستهای بسته هیدر صدایت میزند زخم یاسین قلب تاها سینه مجروح نور آیه های سوره کوسر صدایت میزند جد مظلومت علی سر برده در آغوش چا با دل خونین و چشم تر صدایت میزنم تیر بارا آن پیکر مجروح امویت حسن از کنار قبر پیغمبر صدایت می قامت خم گشته جدت کنار الغمه بازوی عباس نام آور صدایت می قبر سار الله را بنگر که از پایین پا جسم ست که علی اکبر صدایت میزند بر فراز دست خونین حسین ابن علی بر فراز دست خونین حسین ابن علی حلق خونین علی اصغر صدایت میزند یا صاحب زمان آقای من همه چشم انتظار اون صبح جمعی هستند که صدای دربای در شما رو از کنار بیت الله بشنوند ان شاء الله باشیم و صدای در مولامونو مولامون بشنویم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیمان اللهم لك الحمد على ما جرى به قضائك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زبال له ولا امحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وَسَأَلَكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فَأَجَبْتَهُ وَجَعَلْتَ ذَلِكَ أَلِيًّا وَجَعَلْتَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ رِدًّا وَوَزِيرًا وَبَعْضٌ أَوْلَدْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَآتَيْتَهُ البينات وَأَيَّدْتَهُ بروح القدس وكل شرعت له شريعا ونهجت له من هاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وَحُجَّةً عَلَىٰ عِبَادِكِ ولأ الله يَزُولَ الْحَقُّ أم قَرْرِهِ وَيَغْلِبَ الْبَاطِلُ علي أَهْلِهِ وَلَا يَقُولَ أَحَدُ لولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا مُنْذِرًا وَأَقَمْتَ لَنَا عَلَمَ الهدى. فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى الى ان انتهيت بالامر الى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وَآلِهِ فكان كمن تجبته سيدا من خلقت وَصَفْوَةَ من استفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك و آودات او مشارق که و مغاربن و زهرن تله البراق و ارجت بهی ال سماون و آودات علم ما کنه و ما یکون الان غذای خلگ ثم نصرته بالرب وحفظته بجبريل وميكائيل والمسلمين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهل وجعلت له ولهم أول بيت وذال الناس لَّذِي بَنَىٰ كِتَابًا مُّبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَقُلْتَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ فيطهركم تَتِيرًا ثم جعلت اجر محمد صلواتك عليه وَآلِهِ مودتهم في كتابك فقلت قل لا اسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربان وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن أية يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك و المسلك الى رضوانك فلم من قذت ایامه اقام ولیان علی ابن ابی طالب صلواتك که علیه ما و آله ما إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال وَالْمَلَأُ أمم أماما من كنت مغلولا فألي مغلولا. اللهم ظلم من ضله فأعظم من ونصور مَنْ نَصَرَ وَخَذُلَ مَنْ خَذُلَ وَقَالَ مَنْ كُنتُ أَنَا نبيا فَأَلِيُّ أَمِيرُهُ وَقَالَ أَنَا بَعْلِيٌّ من, مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَائِرُ النَّاسِ مِنْ شَجَرٍ شتى وَأَحَلَّهُ محل هارون من موسى فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودأه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وألي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي و وسی و وارثی لحم ودمك من لحمی و دم و کامل دمی و سلم و که سلمی و که حربی و لحم که و كما خَالَطَ لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز إداتي وَشِيْعَةٌ على منابر من نور مبيضه وجوههم حولي في الجنه وهم جيراني ولولا انت يا علي لم يورث المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الظلال ونورا من الأمال، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رحم فلا بسابقة في دين ولا يلحق في من قبت من مناقب يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترف فيه سنادى العرب، وقتل أبطالهم، وناظر شذو فأودأ قلوبهم أحقادا بدريا، وخيبريا وحنينيا وغيرهم فَأَذَبَّتْ عَلَىٰ عَدَابَتِهِ وَأَكَبَّتْ عَلَىٰ مُنَابَذَتِهِ حتى قتلنا كثيرا والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله اشقى الاخرين يتبع اشقى الاولين لم يمتثل امر رسول الله صلى الله عليه وآله في بَعْدَ بعد الهادين والأمة مثرة على مقتن مجتمعة على قطيعة و وإغصاء ولد. إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وصبي من صبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فألى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباكون وإياهم فليندبن نادبون ولمثلهم فلتدرف الدموع

اين الحسن اين الحسين اين ابناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق اين السبيل بعد السبيل أين الخيارة بعد الخيارة أين الشمس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقوائد العلم أين بقية الله التي <applause> لا تخلو من الْعِطْرَةِ الهاديه اين المؤد لقتء دبر الظلمه اين المنتظر لاقامه الامت والاذاج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي ما عالم الدين قاسمه اين قاسم اين المعتدين اين هادم اين الشرك والنفاق اين اين بل والطغيان اين حاسد فرو القي وشق اين طامس و اثار الزيق والاحب اين قاطع و حبائل الكذب والأفل. مشترا مبیدل مبید و المرد این مسترسل و اهل العناد و تذلیل و الالحاد معز الاولیان و مذل أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتسنون بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفات وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر أين ابنو النبي المصطفا وابنو علي المرتضا وابنو خديجة الغرلا وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والحمار يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن القطارفة الارجبين، يا ابن العطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن الاكرمين، يا ابن البدور یا منیرا یا بنا صور جلم دیا یا بنا يا ابن الانجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الاعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن الموجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهوده يا ابن الصراط المستقيم يا النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن يَبْنَ والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا الطور والعاديات يا ابن فكان قاب قوسين او ادنى دنو و من العلي الاعلى ليت شِعْرِي اين استقرت بك بل اي ارض تقلك او ثرى ابرض او غيرها أمضي تضاء عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترا. ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوا عزیز علی ان تحيط بك دونی البلوا ولا ینالك منی ذجیجا ولا شكوا بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منه بنفسي أنت من نازح ما نزح من بنفسي أنت أمنيّة شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنوا بنفسي أنت من أغيد إز الله يصامه بنفسي أنت من أثيل مجد الله يجرى بنفسي أنت من تلادن أَمِنَ لا بنفسي أنت من نسيم کسیف شرف الله یساوا الامتا احارا فی که یا مولای و الامتا و ای خطاب اصفا فیک و ای نجوا عزیز علیه الاجاب دونک و اناغا عزیز الله علیا الله ابن که و یخ ذل کل ور آزیز الله علیا ای چریا علی کدوم ما جر فأطيل معهُ أهل أبيلا هل من جزوء فأصاعد جزاءه إذا خلا هل قذيت عين فصادتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبیل فتلقا هل حلیت تسلو آمن کرد بعدت الف نحضا متانر دومن آهل کرد رویت ف نرواد متانن تق ما اینک فقط طال الصدا صدا متا نقادی که و نرا به حنک فنو گره عینا متا ترانا و نرانک متا ترانا و نرانک و قد نشر تلوا ان نصر ترا اترانا نحف و و انت تا ام و قد ملت الارد عدلا و اذقت اعدائك هوانم و اقابا وابرت الوتات وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين وَاجْتَثَثْتَ أصُول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين

اللهم و نحن عبیدونک اتا اقون الى ولیك المذکر بك و به خلقته لنا اسمتم و و اقم لنا قواما و معادا و جعل تهول المؤمنین من نا اماما فبلغ هم نا تحییتا و و زدنا به ذالک یا رب اکراما و جعل مستقر له لنا مستقرم و مقاما و عطمم نعمت کن به تقدیم که یا حتی تور دنا و مرافقت شهدائ من خلصائک اللهم صل على محمد وَقال محمد وسل على محمد جده ورسولك السيد الاكبر وعلى أَبِيهِ السيد الاصغر وجدته السديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوام وأكثر وأنفر كما الله على أحد من أصفيائك وخيرتك كامل خلقك وسلّم عليه صلاة لا غاية لعددها فلا نهاية لمدد ولا نفاض لأمده اللهم اقم به الحق وأدحض به الباطل وَعَدِلْ به أوليائك فأذل به أعدائك wasilin la humba bainanol وَبَيْنَهُ وصلة تُؤَدِّي إِلَى مُرَافَقَةِ سَلَفِهِمْ وَجَعَلْنَا مِنْ مَنْ يَخُذُ بِحُجْزَتِهِمْ وَيَمْكُثُ فِي ذِلِّهِمْ وَأَئِنَّا عَلَى تَأْدِيَةِ حقوقه إِلَيْهِ والاجتهاد فِي طاعته و اجتنا به معصیت و امنون علینا به رضا و هبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ماننالو بهی سعتم رحمتک و فوزن اندک و جعل سلاتنا به این مقبولا و ذنوبنا به مغفورا و دعا انا بهی مستجابا و جعل ارزاقنا بهی مبسوطا و همومنا بهی مکفیان و جناب جنابهی مغذیان و اقبل لینا به وجه کل کریم و اقبل تقربنا الانک و انداره الینا ندارت رحیمه نستکملو به هل کرامت اندک ثم لا تصرفها اننا بجودك جودک من حوض جده صلی الله عليه و آله به کعسه و به یده رین هنی انسا لازم ابدا یا ارحم الراحمین